ما معنى أن النبي كان إذا خطب أحمر وجهه وانتفخت أوداجه وقال صبحكم ومساكم؟ ما معنى صبحكم ومساكم؟ الظاهر أنه يقول كالمحذر من الأعداء: انتبهوا العدو صبحكم. فكان في الخطبة كأنه محذر كالذي يحذر قومه من أعدائهم، فيقول صبحكم العدو أو مساكم العدو، هجم عليكم مساء أو هجم عليكم العدو صباحا. هذه صيغة تحذير، إلا أن يقصد أن صبحكم الموت أو مساكم الموت فله وجه.